بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهات. هناخد بالنا كويس قوي من المواقف ونبدأ نشتغل عليها. صفحة 175 نفتحها في كتاب مرسي ونقول مع بعض أول موقف. تي ديموند أتونامي، أنت تسأل صديقة دو ديكرير سا شامبر، أن يصف غرفته. أنت بتقول له وصف لي الغرفة بتاعتك، هتقول له إيه؟ يوصف غرفتك. صحيح. كم حجرة توجد؟ لا دي مش غرفة، انت عندك غرفة خاصة. كيف منزلك؟ كيف غرفتك؟ يبقى هي دي كومون اي تا شامبر، كيف تكون غرفتك او اوصف غرفتك. انت تصف غرفتك بقى كاسك تو دي، هتقول ايه؟ هي صغيرة؟ جميل. يوجد 2 صالون مش هتنفع، منزلي كبير مش هتنفع، هي مرتبة. يبقى الجملة دي صحيحة. اللي بعدها تي دي موندا تونامي، انت بتسأل صديقك لو ميبل دو سا شامبر، الاساس بتاع غرفته. كاسك تي دي، هتقول له ايه؟ هتقول له ديكوراسيون؟ لا ده انت عايز ميبل. يبقى هتقول له كال ميبل ليا، اي موبيليا، اي اساس بيوجد. او كال سون لي ميبل دو لا شامبر، يعني ايه اساس الغرفه بتاعتك. تي دي موند اتون امي، انت بتسال صديقك لو ميبل دو سا شامبر، عن اساس غرفته. طب ماذا هو يقول بقى؟ هيقول في دولاب. في دولاب، هنصحح بس كلمة اون ان ده، اهي هتبقى بالشكل ده. يوجد حمام، يوجد 2 سرير، 2 سرير صحيحة. انا بلزق بوسترات، يوجد كتب. يبقى احنا خدنا اليا ان ارموار، يوجد دولاب، اليا دولي، يوجد سريرين. تي ديموند اتون امي، انت بتسأل صديقك لا ديكوراسيون دو سا شامبر، عن الزينة، الديكور بتاع غرفته. كاسكي تي دي، ماذا تقول؟ هتقول له ايه الموبيليا اللي توجد، ولا هتقول له ايه الديكوراسيون اللي انت وضعه؟ كال ديكوراسيون تو مي، انت عندك غرفة خاصة، كم غرفة لديك؟ كيف تزين غرفتك؟ كيف تزين الغرفة؟ انت عامل ديكور في غرفتك شكله ايه؟ تي ديموند اتون امي، انت بتسأل صديقك لا ديكوراسيون دو سا شامبر، يعني ايه الديكوراسيون بتاع غرفته؟ بس هو هيقول لك ايه؟ خلي بالك انا بتكلم عن ديكور. يبقى تابي سجاده دي ديكور، ريدو ستاير دي مظبوطه، لكن مش هقول سرير ولا مكتب ولا ايه، دولاب. طب تي بارل دو تي بريفيرونس، انت بتفضل، بتحدث عن تفضيلاتك، حاجه بتحبها، حاجه انت بتفضلها. بريفيرونس دي كلمه مؤنث ودي معناها تفضيلات. هتقول ايه؟ جو بريفير لا ميوزيك، ماشي. هتقول جو بريفير لي شيان، ماشي. حاجه فيها بريفير، حاجه فيها ايمي، حاجه فيها ادوري، حاجه فيها ابريسيي، حاجه فيها فعل من افعال الاستحسان. يعني في الجمله اللي بعد كده تي بارل دو تون انيمال بريفيري، بتتحدث عن حيوانك المفضل. انا عايز حيوان، عايز حيوان، ما عنديش الا 2 حلوين جدا، اماستر ها وشيان. أماستر الحيوان اللي عامل زي الفار كده، ايه ديله طويل شويه، وشيه طبعا اللي هو الكلب، طبعا شيه احنا عارفينه كلنا. تي انديك، انت تشير، بتحدد. بوركوا تي بريفير لو شا، لماذا تحب القط؟ شوف بقى هقول ايه. بارسكو الي بلوز انتليجون، لانه ايه؟ لا الي انتليجون، لانه ذكي، ماشي. لانه متوحش مش هتنفع، لانه مش جميل، لانه سيء، ولا لانه لطيف. سامبا تي كومبار، كومبار يعني تقارن. يبقى هفتكر المقارنة اللي هي بلو كو وموان كو وأوسي كو، عايزهم. بتقارن ما بين الشتاء، الطقس في الشتاء وفي الصيف، فبتقول ده هي أكثر برودة في الشتاء عن الصيف. الجملة صحيحة. أقل سخونة في الصيف، لا مش نافعة دي. إل في بلو شو أون إيفير، أكثر حر، لا مش نافعة. Il fait plus chaud en été، دي تنفع، يعني الجو حر اكتر ايه من في الصيف من الشتاء. يبقى لابد المقارنة بتاعتي تكون حتى ايه فيها رياليتي، فيها واقعية كده. طيب تي كومبار دو ديكوراسيون، طب تقارن ما بين 2 من الديكورات، حتتين ديكور كده. السرير ده مش ديكور، التابلو والتابي ده ديكور جميل. طيب هتقارن ما بين التابي والردو، ماشي جميل، لكن مش المكتب والبلاكار الدولاب. يبقى انا بدور على حتتين ديكور، لكده بقول لك بسرعه جري فر كتابك، ارجع اقرا الديكورات والميبل تاني، ولو في كلمات جديده حاول ان انت تكتبها عندك. تي دي موند اتون امي، انت بتسال صديقك افي كول بارتاج سا شامبر، يعني مع مين بيشارك غرفته؟ اكيد انا بشارك مع عاقل. يبقى مع اختي داكور، مع اخويا ماشي. طيب تي دي موند اتون امي، انت بتسال صديقك افيك كوا، باي شيء؟
افيكوا يعني بايه؟ يعني ايه الديكور؟ هو بيزين غرفته. ستاير ماشي، طبيه سجاده ماشي، سرير ما تنفعش، اصدقائي مش هتنفع. لا انا رحت مظبوط كده، اه ديكور، بس استغربت ديكور وحاطط اصدقاء واخت وحاجات زي كده. رقم 14 تاكسي بتاني، دي انت بتقبل فكره او امبروفيزاسيون، اقتراح، فبتقول ايه؟ انا قبلت، قلت جو سوي داكو، قلت سيتين بوني دي، انها فكره جيده، مفيش هنا، جو سوي بور ساتيداي، انا مؤيد للفكره دي، لكن الباقي نفي، مش هاخد. عندنا تيوري فيزيان دي، انت بترفض فكره كاسكتي دي، هتقول ايه؟ جو سوي كونتر سات بونيون، انا ضد الراي ده. جو نو سوي با داكور، انا مش موافق. الباقي بقى كلها تأييد. تيفو دي كوري، انت تريد ان تزين تشامبر غرفتك كاسكتي دي، هتقول طبعا انا هجيب سجاده، انا هعلق تابلو، لوحه، براسيليه، طبعا حزازه، دي اسمها ايه؟ كنا بنسموها عندنا اكسسوار، ارموار دولاب ده، والتابلو طبعا ده في الميبل. تي دي موندا تون امي، انت بتسال صديقك عن رايه عن غرفتك، فبتقول له ايه؟ كومون تي تروف ما شامبر، كيف تجد غرفتي؟ او كاسكي تون بونس، ماذا تعتقد فيها؟ ايه رايك فيها؟ وده بيخليني ارجع بسرعه احفظ الكلمات او الجمل اللي كانت بتسال عن الراي، زي كومون مع فيرب تروفير، كاسكي مع بونسير، كالي فوتر بونيون، كالي فوتر في، كالي فوتر او تون بونيون، بواندو في، ايوه بواندو في، وتيه كونتر اوبور، والعروض نفسها، انت بتحب ده كده يعني، انت شايف ده كويس، وهكذا، ده يناسبني. فانا عايزك دايما الجمله اللي تيجي كده وما اعرفهاش اراجعها، ارجع تاني بسرعه كده وارجع، عشان ابقى انا ثبت مستواي. ما تنساش بقى تضغط لايك تحت. تي ادمير لو موبل دو لا شامبر، يعني انت معجب بالاساس بتاع غرفه صديقه، فبتقول دي حاجه حلوه، شوات شوات، بتقول سامبا، لطيف، ها، ما بتقولش سيء سيء، مش حلو. تينا دمير بالا ديكوراسيون، انت مش معجب بالديكورات بتاعت الشامبر بتاعت تونامي ده، فبتقول سينيل، ده سيء، فبتقول ده سيني با شوات، ده مش لطيف مش جميل. تانديك لامبلاسمون دو تون لي دون لا شامبر، يعني انت بتشير لمكان سريرك في الغرفه، هتقول هو من الخشب ولا هو يوجد سريرين ولا هو جميل ولا هو امام الدولاب هو في وجه الشباك. يبقى بشير لمكان، يبقى اتكلمت عن موقعه، عن البوزيسيون بتاعه، عن الامبلاسمون، عن اليو، عن البلاس، المكان يعني، داكو. طيب تي دي موندا تون امي، انت بتسال صديقك اوه ايرونج لي فيتمون، اين يرتب الملابس؟ ما هو هيرتبها يا في بلاكار يا في الارموار. فين بلاكار يا جماعه؟ وفين ارموار؟ خلاص، ما هو انا حافظ الحاجات دي، انا مذاكر كويس، يبقى هحل بسهوله جدا. احنا بس بنتناقش مع بعض، واتمنى ان انا الاقي في جمل كده، كومنتات، جمل حلوه كده مكتوبه تحت، عشان نجاوب عليها وتبقى معلنه ما بيننا كلنا، ويا رب كده الخطا اللي انا بسيبه ده حد يقول لي عليه. اسمعوا الفيديو كامل وما تقولوش حاجه خالص. طيب تي دي موندا تون امي، انت بتسال صديقك لا كولير دو سا شامبر، يعني عن لون غرفته، كاسكيل دي، هو هيقول لك ايه؟ ده هيقول لك غرفه، ده هي باللون الازرق السماوي. هيقول لك الجدران بتكون بيضة، اه صح جميل، لكن ستاير خضراء، يوجد اربع جدران، هي كبيرة، مش لون. انت تقارن ما بين وسيلتين المواصلات، فطبعا هتقول تاكسي، هتقول طائرة، دول وسيلتين المواصلات الموجودين عندك اهو، الطائرة بتكون اسرع من القطار، التاكسي بيكون بيسير مساوية للقطار. انت بتقارن ما بين حتتين لبس، لبس يعني دو فيتمون، فهتقول الجان، اه الجان والروب دول حتتين لبس، البلوفر والشميز دول حتتين لبس، خلصت بقى، مش هقول كلب، مش هقول فرنساوي. تي دي موندا تون امي، انت بتسال صديقك كال ديكوراسيون المي دون سا شامبر، يعني اي ديكور هو بيضعه في غرفته كاسكل دي، ماذا هو يقول؟ ايه ديكور اللي بيحطه في غرفته؟ فهو هيقول ستاير وتبييم، انا حافظ بقى الديكورات. هيقول ايه؟ هيقول ايتاجير وتابلوهات، اه ايتاجير ارفف، تابلو، تابلو يعني ايه؟ لوحه. تعال بقى نحل التمرين التاني. انت بتسال صديقك عن سونو بونيون، بونيون يعني راي، افي يعني راي، بواندو في يعني راي، يبقى عندنا ثلاث كلمات بتقل، دي مذكر، واحده مؤنث، اللي قدامكم دي مؤنثه، اما الاثنين اللي انا قلتهم افي وواندو في دول مذكر. هتقول له
السؤال عن الراء هتروح لكاسكي اون كاسكو فيرب بونسي اهي موجود. كومون فيرب تروفي لو موجود اخد. بونيو نو افي لو موجود اخد. خلاص سؤال اهم حاجه الريفرنس بتاعتك، المرجعيه بتاعتك، هو انا حافظ الحاجات دي، انا فاهمها داكور، هشتغل عليه. كي ديموندا تو انامي، انت بتسال صديقك بركوا البريفير لو شيان، ليه بيفضل الكلب؟ عشان هو يحله، عشان هو ذكي، عشان هو لطيف. الجمل الباقيه منفيه، او كلمه سوفاج، طبعا انتوا عارفين ان سوفاج معناها متوحش، ها عكسها كلمه دوماستيك، دوماستيك يعني اليف. تي ديموندا تو انامي، انت بتسال صديقك لو موبل دون سا شامبر، يعني الموبل، الموبل الاساسي اللي في غرفته. طب هو هيقول لك ايه يا جماعه؟ من ساعتها عمالين نقول له موبل، موبل يعني سرير وارموار. 30 متر، 30 متر دي 30 متر ما حدش يقولها خالص. لامبو ريدو، لامبو ريدو دي ديكوراسيون، صالون ده مكون من مكونات المنزل اساسا. تي كونتر ان دي، انت ضد فكره بقى، ضد فكره. جو ني سو با داكور، جو ني سو با داكور، جو ني سو با داكور، ها جي شوي. تون امي تي ديموند، صديقك بيسالك اين تضع اللامب؟ على المكتب. فين مكتب؟ فين كلمه المكتب؟ مش لاقيها. طب دور على تابل دو شوفي، اهي سيغ لا تابل دو شوفي، اللي الكوميدينو يعني عامله زي الكومود كده، ترابيزه صغيره زي الكومود. طيب تعالى بعد كده تي ديموند تون امي، انت بتسال صديقك سون انيمال بريفري، عن حيوانه المفضل كلب. خدنا بقى كلب، خدنا قط، خدنا شيفال حصان، خدنا كلمة أماستر دي اللي هي الفار الكبير ده الحلو ده. تا شامبر ايه؟ عند زوردر، غرفتك بقى ايه؟ غير مرتبة، فوضى كده. فانت بتقول كل حاجة في، ها السيديهات في كل مكان، مش هتقول بقى مرتبة ولا منظمة ولا أنا ولا الكتب على الأرفف، لا ده كل حاجة مرمية كده. تونا مي تي دي موند، صديقك بيسالك افي كوا تي دي كور لا تا شامبر، يعني بايه بتزين غرفتك؟ طب احنا خدنا زينه يا جماعه، ستاير عمالين نقولوا عليها من ساعتها، خلاص خدتها بسرعه. مش هزين غرفتي باخويا، قال ده بيبقوش طايقين بعض واخوات. تي دي موند تونا مي، انت بتسال صديقك لا كولير دو سا شامبر، عن لون غرفته، ده بيضه، ده سمره، ده خضره. طيب قال ما رحتش للسرير، رحتش انا بحب، لا ده انا قلت هي بتكون باللون الايه، الروز. شايف حاطط قبلها اون، وبتفكرني اون زائد صفه لون مفرد مذكر، اكتبها فوقيها يا مش انا حافظها يا عم، اكتبها، التكرار حلو. داكور تيبور ان دي، يعني انت ضد فكره، لا ده انت مؤيد. بور يعني مؤيد، خلي بالك بقى عشان شوف، تقرا بسرعه تغلط، تقرا بالراحه برضو تغلط، مش عارف ليه. تيبور ان دي يعني انت ضد فكره، فبتقول شوف انا بقول ضد تاني، انت مؤيد لفكره، فهتقول سيتين بوني دي فكره جيده، فكره زي الفل. تي ديموند اتونامي، انت بتسال صديقك سا ديكوراسيون بريفيري، يعني الديكور المفضل بالنسبه له. ري دي اهي، ري دو، ري دو، ري دو، اه ستاير. احفظ بقى الديكوراسيون، هتحفظها هتحل بسرعه. تقابلنا بقى مذكر ومؤنث ونبقى عارفينها. تي في ان كومباريزون، انت بتعمل مقارنه ما بين انتر دو زانيمو، ما بين حيوانين. انا عايز حيوانات، قط وكلب، حلو قوي. خلاص اهو القط بيكون اقل كبرا من الكلب، مش عارف ازاي دي، ها صح الجمله دي؟ اه صح مظبوط. تي انديك، تي انديك، انت بتشير لامبلاسمون دو لارموار دون تا شامبر، يعني المكان بتاع الدولاب في غرفتك. دولاب مؤنث، يبقى لابد ابتدي بقال، يبقى ايه؟ مفيش اقل خالص نافعه. الي سي تان فاس دو لي، يعني ده في وش السرير، في وجه السرير. تون امي تي دي مون، صديقه بيسالك كالمي بلو، اي الاساس؟ ها الي دون تا شامبر، بيوجد في غرفتك. الاساس فين؟ ها الاساس فين؟ سرير. برافو عليكم. اورلوج ساعة، لا ده ديكوراسيون، بوستر وديكوراسيون ليفري. تعالى بقى الجملة اللي بعدها دي، انت معجب بفستان وجيبة، يبقى الاتنين زي بعض. الجيبة زي الفستان في الاناق. صديقك بيسألك لماذا انت تفضل القط؟ لانه لطيف. لانه ذكي. مش لطيف، لا دي منفية مش نافعة، احنا هناخد لطيف. ذكي، ذكي سوفاج يعني متوحش. تي في ان كومباريزون، يعني انت بتعمل مقارنة ما بين الطائرة والمركب، الافيون والباتو. طب الافيون بتكون اسرع مش كده؟ يبقى الجملة الأخيرة هي صحيحة. والدتك تريد ان تزين الصالون،
فطبعا هي بتشتري ايه؟ ستاير. ماشي. انت معجب بالنظام بتاع الغرفة، بتقول طبعا جونيال رائع، حاجة جميلة. تونامي صديقك بيسألك بوركوا تي بريفير لو شيان، ليه انت بتفضل الكلاب لانه ذكي، الكلب لانه ذكي. اهو انت الجمله اللي بعدها من فيها وسوفاج قلنا متوحش. بور ديكرير تا شامبر، عشان تصف غرفتك اتونامي لصديقك على الانترنت، بتقول له جيفي برونشي، برونشي لو ويب كام، برونشي برونشي. هو يعني كاتبهم مره اللام بمعنى الويب كام، مره التلفزيون، بس ده برونشي داكو. يبقى هناخد بالك. تونا مي صديقك تي دوموند بيسألك اوتي ميلي سي دي، بتحط السيديهات فين؟ في رانج السي دي، في حافظة السيديهات. تونا مي صديقك بيسألك سكوا لارموار، ايه هو الدولاب؟ فانت بتقول له ده ميبل، ده اساس يا ابني، مش ديكوراسيون ولا اكسسوار. كال انيمو، اي الحيوانات تي بارون، والديك، والديك دي بتعادل الضمير الى ويك اس، فاوعى تنسوا ان انا هاخد بريفير. دوما غدا ماسير اختي، ما هي دوما بتدل على المستقبل، واختي بتساوي هي، يبقى فادي كوري ساتو زي غرفتي. مبل دي جامع مذكر، تاخد كل اي الاساس وجد في غرفتي. دون ما شامبر في غرفتي ان يابا، اول ما الاقي ان يابا باخد دو او دو ابوستروف، هنا طبعا هاخد دو على اساس ان الاسم اللي بعدها مبدوء بحرف ساكن. ليه معناها اسره؟ يبقى انا عايز كل جمع مذكر او كومبيندو، ما عنديش كل يبقى اخد كومبيندو، لان كل اللي عندي مؤنثه. دايما لما تلاقي اسم جمع كده قبل النقط وبعده اسم، يبقى هتدور على كل او كومبيندو. لا مير دي موندا صافي، يعني الام طلبت من بنتها، يبقى الطلب لمفرد، يبقى المفرد هصرف مع تي، يبقى هاخد فعل في اخره او، مفيش بعده اس، او مفيش بعد الاو اس. يعني جيم لو شا لو شا، انا بحب القط والكلب. لو شا اي الاثنين زي بعض اهو، يبقى او سي، بحبهم الاثنين. ما شامبر اي بيان رونجي او تري رونجي، يبقى تري هنا عشان تري بيجي بعدها صفر، تري بيجي بعدها ايه؟ صفه. نو اون، اما نحط فاصله يبقى انا فتحت جمله جديده، بشتغل على جملتي الجديده. لكن لو الضميرين ورا بعض بشتغل على الضمير الاولاني، فاصلة يبقى اشتغل على التاني، مفيش فاصلة يبقى ضميرين ورا بعض اشتغل على الايه؟ على الاولاني. هنا في فاصلة يبقى اشتغل على التاني، يبقى التاني بيعادل الضمير ايه؟ دون زينير، في خلال ساعة، في خلال ساعة دي مستقبل، يبقى جو في فير، انا سوف امارس او سوف افعل رياضة، اعمل رياضة. ديكوراسيون يعني ديكورات، ودي جمع مؤنث، هتاخد كيل طبعا. كومبيا دايما تاخد بعدها دو. الاساس بتاع المنزل بيكون، انا شغلي هنا على كلمة الاساس، اسمين ما بينهم دو، اشتغل على الاسم الاولاني، وميبل هنا جامع مذكر، يبقى هاخد كلمة رونجي. لوتون، لوتون اي فروا، يعني الجو بيكون بارد، الجو بيكون بارد في الشتاء عن الصيف، يبقى اكثر برود، اكثر برود. طيب الارموار، الدولاب انا وضعته، وضعت مين؟ الدولاب. الجمله دي حلينها قبل كده كتير، ها، لان الدولاب مؤنث وحطينا بداله لا كضمير مفعول، لان وضعت الدولاب امام السرير. كاسك تي فا ماتر، طبعا هنا فا فعل متصرف، هنا فا اللي هو تصريف فيرب علي، يبقى في الحالتين بيجي بعده مصدر فعل لتكوين زمن المستقبل القريب. ميزون فون، يا اولادي، يا اطفالي، يا صغاري، يبقى خدت بعدها فاصل، يبقى ده منادى، منادى هنا مع جمع، يبقى يعادل الضمير فو، خد فعل في اخر او زاد. رتبوا غرفكم، وحتى شايف كده رتبوا فو شامبر، يبقى فو هصرف مع فو. ها، ما تنسوش طبعا نضغط لايك للفيديو، نكتب تعليقاتنا، نرفع مع بعض ونشير الفيديو باذن الله عشان الكل يستفيد باذن الله. طيب تعالى معناها ميتو لارموار، قال له ده انا بحطه قدام فين؟ سيت ان فاس دو لي، يعني قدام السرير، يبقى انا بسال على المكان، يبقى اين؟ او اين؟ عالي، ها، ركز معايا، عالي اي موا، عالي وانا، يبقى بيعادل الضمير نو، اي اسم زائد موا يعادل الضمير نو. انا بضع المكتب في وجه الدولاب، بلاكار يعني الدولاب ده مذكر، يبقى تاخد دي. جي ميناج دون زان نوفال ابارتيمون، نوفال ليه؟ لان نوفال بال واحده يجي بعدها اسم ايه؟ مفرد مذكر بس مبدوء بحرف متحرك، وهنا ابارتيمون معناها شقه. في الجمله اللي بعدها بقى لو طون ايه، الجو بيكون،
أكثر برودة في الصيف ولا أقل؟ أقل برودة في الصيف عن الشتاء. يبقى لابد اخد بالي من معنى الجمله كده واخد بالي. لو لامبادير، لامبادير طبعا دي كلمه مذكر، يبقى انا معوض عنها الضمير هقول له ها لا غوب نوار سي جولي، بعد سي صفه مفرد مذكر، فانا عايزك تحفظ دي. وانا بقول صفه مفرد مذكر ما بقولش اسم، لان سي لو جه بعدها اسم ممكن يكون مذكر او مؤنث، لكن الصفه هنا هتبقى مفرد مذكر. الجملة اللي بعدها لي شامبر دو لا ميزون، احنا قلنا اسمين ما بينهم دول، اشتغل على الاسم الاولاني، يبقى الديكوري جامع مؤنث، لان هنا انا شغال على كلمة لا شامب لي شامبر، عشان لي شامبر هنا معناها الغرف. جو في شوتير يعني انا سوف اشتري سات ارموار، كلمة ارموار طبعا مؤنث تاخد ست. احنا قلنا ست اهي ها المذكر المدوب متحرك، لكن المؤنث ست سواء مدوب متحرك او ساكن. جان مي، مي الامر هنا موجه لجان، وجان هنا هقول له تي انت، يعني ايه رتب الترابيزه او ضع الترابيزه. ما شامبر اي تان فاس دو لا كويزين، دو لا كويزين، ما احنا عارفين ان كلمه كويزين معناها مطبخ، ودي كلمه مؤنث يبقى تاخد دولا. لولي اي السرير بيكون، لارموار الو بيرو، حاجتين مع بعضهم، يبقى اونتر. بفتكر بقى ان كلمه اونتر معناها باينه. لو شيان اي بلو سامبا كو، في مقارنه في بلو، يبقى اختها التوأم بتاعها كو، سواء كان في بلو او موا او اوسي. طيب ما سور ا ريفي، ريفي يعني منبه، يبقى عندها منبه، يبقى منبه مذكر في غرفتها. لو ميبل دو ما شامبر سي جولي، بعد سي صفه مفرد مذكر. مون امي ابيت لوان دو، هنا دول لان في حرف جر، في شو، شو حرف جر، منع بقى ان انا ايه اقول مذكر ولا مؤنث، هو شو دو موا. اللي بعدها الي غروند، هي كبيره، شوف انا قريت الاجابه الاول عشان نشوف السؤال، يبقى كيف تكون غرفتها. دون دي مينيت، في خلال 10 دقائق جولي فا بريبارير، يبقى فا بريبارير. واخد بالك هنا بقى ان تصريف الي زائد مصدر فعل، عشان دون زائد فتره زمنيه بتدل على المستقبل. جو في دون ما شامبر بور، يعني انا اذهب الى غرفتي من اجل ان انام. بور هنا طبعا هتاخد بعدها مصدر فعل، ولكن السو هتبقى مصرفه على حسب ضمير الفاعل اللي هو جو. طيب هنا مكتوب جو ديتست، يعني انا اكره لو سينما، سينما سي انتريسون كو لو تياتر، سي موا، سي موا، لانه بيكره فعل اقل تحفيزا او تشويقا من الايه المسرح. لي زانيمو سون تري، الحيوانات بتكون جونتي، لطيفه جدا، يبقى جمع مذكر. دون لو صالون، في الصالون يعني اليا دو فوتي، كلمة فوتي دي معناها كراسي، دي مذكر طبعا، وجامع هنا هتبقى نوار. سي كوا اي دا سي مون اورلوج، دي ساعتي، وكلمة ساعة مؤنث، لكن هتستبدل ما بمو، عشان اورلوج بتبدأ بأش، والأش هنا ميو يعني صامتة، وبتعامل معاملة الحرف المتحرك. لا غوب سي بلو كو، لا جيب بعد سي صفة مفرد مذكر، خلاص أنا حفظتها. لولي السرير اي اكوتي دو بيرو، بجانب المكتب، بجانب المكتب، كلمة بيرو مكتب، ودي كلمة مذكر طبعا. لولي اي اكوتي دو مون بيرو، عشان جت صفة ملكية فخلاص بقى قلت ماليش دعوة بالمذكر والمؤنث، ورجعت الأصل وخدنا دو بس. اليفون، اليفون طبعا معناها فيل، وكلمة فيل هنا مذكر، عشان كمان كلمة جرو مذكر، واليفون مبدوع بحرف متحرك، فخدنا ست. في الجملة اللي بعدها مكتوب جي كول انا بلزق بوستر، بوستر طبعا احنا عارفين انها كلمة مذكر فهناخد بو، اكسسوار جامع مذكر فهناخد كال. فيرم لابورت، اغلق الباب، انا بشعر، هو يشعر بالبرد، لا ده مش هو يشعر بالبرد، ده الجو برد، يبقى ايه اللي بعدها فين، لان انا ما لقيتش افوار هنا، ماشي، فاخدت في اللي هو الجواب. جان اتوا، اي اسم زائد اتوا بيعدل الضمير فو، يبقى خدنا بريفيري في اخرها او زاد عندنا عشان نبقى حافظينها كويس. السرير بيكون في وجه الشباك، كلمه شباك دي مؤنث هتبقى دولا، لان كلمه شباك في ناتر مؤنث.
ليشيا الكلاب سون تو سي بتكون ايضا. خلي بالك ان كلمة ايضا هنا طبعا مقارنة اهي. طب انا هنا الفاعل مين؟ شيا، يبقى انا بمشي على الفاعل الاولاني مذكري وجمع، يبقى انتليجون. جي ادور لو سينما، انا بعشق السينما، هي بتكون اكثر، لان انا بعشقها هنا، يبقى اكثر بلوز انتريسون كو لو تياتر. لو ميغ جدران الشامبر الغرفة طبعا كولوري ملونة، وجدران هنا طبعا مذكر عندنا لومير جدران. اكريمو اكتب لي تون ادريس، عنوانك عنوان مؤنث ياخد طه بس مكتوب بحرف متحرك تستبدل بطون. طبعا لا تابليتا، التابليت بيكون كولوردوناتور، بيكون احسن من الاوردوناتور، وكلمه ميور هنا هتبقى مؤنث، لان انا المقارنه على كلمه تابلتا وهو اللي بدا الجمله بمشي على اسم. لاجيب سو تري دي مودي طبعا، لان بعد سي طبعا صفه مفرد مذكر. تي بريفير لي شا بارسكو، بارسكو وبور، بسال ببركوا على طول. لماذا؟ لماذا انت بتفضل القطط؟ عشان هي اسكيه، هم اسكيه. لمغ الجدران بتكون متهونة بلون أزرق طبعا، لأن الصفة عايدة على كلمة إيه؟ أزرق. هنا ما تنسوش إن صفات الألوان كلها بتيجي بعد الاسم، عشان ما ننخدعش ونلاقي نقط في الأول، ونلاقي كلمة زي كلمة مارو أو أورانج أو سوبر مارو أو أورانج، يعني هما دول اللي علينا. سوبر ممكن تيجي في الآخر عادي، مفيش مشكلة. هناخد بالنا إن صفات الألوان بتأتي بعد الاسم، لان في قاعده بتقول لي ان الصفات التي تاتي بعد الاسم هي صفات الجنسيه واللون والديانه والشكل، ماشي، وصفات اللي في اخرها او عليها اكسون، وصفات اللي في اخرها ان تي، وصفات طبعا ذات المقاطع الطويله، وصفات المركبه الى اخره، وده درس طويل كنا بنشرحه في الصفات قبل كده. تينيكوز تي نوزيكوت، يعني انت سمعنا. ايوه انا سامعكم، سامعكم، يبقى نو ها تحول الى فو في الاجابه بالاثبات طبعا في الضمائر الشخصيه. لو ميبل دو لا شامبر، يعني اساس الغرفه، بيكون دومودي طبعا جامع مذكر، لان احنا عايده على كلمه دومودي، واحنا خدناها مع بعض قبل كده. الفساتين بتكون جميله، انا اشتريتها او سوف اشتريها، يبقى هشتري الفساتين هنا المفعول به، فهتاخد ليه عشان جامع. لا ديكوراسيون دو لا شامبر، يعني الديكور بتاع الغرفه بيكون جولي طبعا جميل، عشان الصفه هنا عايده على كلمه ديكوراسيون. لي بلي لي بول سون بلي، وبعدين انتليجون، لا اليجون، اليجون جمع مذكر هنا ك لي شيميز، لان اليجون هتبقى عايده على الاسم الاولاني. دايما في المقارنه الصفه بتبقى عايده على الاسم الاولاني، الا لو جت سي الصفه تبقى مفرد مذكر. السرير اي تنفس، بيكون في وجه الباب، الباب طبعا مؤنث، هناخد دولا لا بورت او دولا بورت، يعني علي اطوا، اي اسم اطوا، حيساوي ضمير فو طبعا. تكرار الاسئله حلو ومفيد، بيخليني احله اكتر من مره على اساس ان انا بعرفه. جيم بيكو، انا احبه كثيرا. ساتر موار، لانا روغ ده طبعا مذكر، هناخد لو. اللي بعدها ايتاجير دي مؤنث، هناخد سات. اللي بعدها في الغرفة لا يوجد طبعا منفية، هناخد دو دايما، ان يا باب تاخد دو او دو ابوسترو. مسيو هاخد فو للاحترام، انا مش حابب الفكرة دي فانا ضدها، يبقى جي سوي كونتر، ان انا مش حاببها. جيم احبه كثيرا، كلمة بكو طبعا هنا جيم بكو، لان بعدها اسم. حوائط الغرفة هتكون بلون طبعا، هناخد بلون اللي هي جمع مذكر. Demain, on va aller dans le stade. L'accessoire, je vais le mettre. عشان الاكسسوار مذكر. انا بسكن في هذه العمارة. عمارة مذكر مبدوء بحرف متحرك تاخد سات. Le t-shirt, plus cher que. طبعا هنا هناخد كو. ها. مجازين جمع مذكر. ناخد كل. ارموار طبعا. اكوتي دو الارموار. بجانب الدولاب. السرير بجانب. الاكسسوار سي بلو طبعا، بعد سي صفه مفرد مذكر، هناخد يومو دي. لو تون اي بلو فغوا، يعني اكثر بروده في الشتاء. لارموار اي تاكوتي دو لي، كلمه لي يعني سرير دي مذكر. تيو ليا اي موا طبعا، في اسم عندنا زائد موا بيعادل الضمير نون. لا شامبر تي بلاي، ال مي بلاي، هي تعجبني، يبقى هناخد مي، لان تو هنا تحول الى مي. ميكوبا اصدقائي، انا ادعوكم انتم، يبقى فو. الجمله اللي بعدها ديكوراسيون، ديكوراسيون دي جمع مؤنث.
ليجيب سون بلو ها لونغ جمع مؤنث صفه هنا عايده على كلمه ليجيب لارموار جوفي لا رونجير الدولاب انا هرتبه لا فواتير سو بلو لا فواتير سو بلو فواتير طبعا احنا عارفين انها مؤنث ولكن بعد سي صفه مفرد مذكر جاشيت ام براسيلي ان ارجون دي مادة خام اللي هي الفضة فتاخد دايما اون قبلها ما سير اختي ان لمبة دير سور لو بيرو يعني اللمبة اباجورة يعني على المكتب فتضع هنا هتبقى مي لي ميبل دو لا شامبر سون رونجي طبعا جمع مذكر اللي بعدها سي تامبوا من الخشب يبقى اون كوا للسؤال عن المادة الخام ده طبعا الايميل الحل بتاعه سريعا كده ها دكتور والموضوع طبعا انا هوصف الغرفه بتاعتي واوصف المنزل بتاعي نقروه بعنايه ونعرفه الامتحان هنراجعه كويس جدا ولو في اي حاجه طبعا اكتبوا لي في الكومنت تحت كل الاسئله بتاعته مكرره او حلناها كل الافكار بتاعته سابقه وخدناها بشكركم ما تنسوش دعمنا طبعا بلايك وشيروا الفيديو ميرسي بورفو شكرا لتعليقاتكم اللطيفه اوروفار اترككم في رعايه الله